بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل كان وحان ربنا إلى أن كسو جيدنا كلمة ير أو كوبا أو كهد ليس عمرها فضل إيرادها واتبات كذا أركان كذا محرمات كقفك معتمر كوحيابة حرامتك أفر قضبا نقوها للدونة إن شاء الله فضلك عمره وإلاده هاي قضب كاللبار نوحا نقوها للدونة إن شاء الله عمره أركان تيدا قضب كسدحاب نواجبات كعمره قضب كأفراد نوحيابة قفك معتمر كا أما دول حتى حاجية حرامتك عمره سيدة بوا واجب قفك عمرك سأدوية انتو كنولي هاي هل مر بكواتبيسة ايدي حاجك با مر او بيقفك كواتبان هدو استداع عدد او هلو هل مر هدو صو عمر يستو واجب كي الورا اسكبحيو وحي كدن بايدا او سمايا سنة او نغانيسة اما حاجة النغطة ما عمران نغطة واسكمت عمر دا كلي جيد جوني والوالا ايمان كراه وقفك كلي جيد اسكا عمر يستن كراه هدنا مركي بلاي حاجك اللي جارو اسكا او حاجك الله ايمان كراه واحد كالو اللي اقول يهي كيفيات كاللي يرا قرانك اما التمطع اما افرادك او قرانك وحوهي هل مرقفك ينو ودني يستو حاج يا عمره او ودا حريريو اعماش يا حاجك وصمينا يا عمره دينا ويسور دحق ليسا مركز قران بالير حيرين ويان واحد كالو اللي اقول يهي كيفيات اللي يرا التمطع وقفكو مركو هورا او عمرايستو بليه حدك ايضو اللي تشوغو بو عمرادي الله ايمانيا مركي عمرادي او كحلالو بو ايوه هدنا حدك مكاكا نيسان دحديدا وحاتينا يا هدنا تمتع بالي رادا واللوغو اقول يدن بالا بدا كواتبية قفك قرانك يتمتع كيفية دا وليمات قايب كالبا اتشرتو هدى قايب تهدان كهدلينا مركا عمرادو فضل اد ابدان بيلا دا هاي فضلك هذا وحا كمدا سرا احاديث النبي جن ويتلمام يسوع عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما ابو النبي عليه الصلاه والسلام حديث امام مسلم البخاري ورنيان وابي هريره النبي كوري صلى الله عليه وسلم اي النبي جن كتلمامي قفك مركو سنه كان عمريستو عندنا السنة الضنبي أو دون عمره دي إنو كل لابطو لبدا عمره إنت أبرا حيدا الذنوب تا السقائر تا واللعفنية يعني العمرة بعد العمرة كفارة لما يقع بينهما بين العمرتين والغضا فيهويا مركا فضلك إلادا وحاكم مدا ذنبك إن الغضا فو شنادا إلهينا إكوغوا واتبايسو رضا إله لغاريه وهكلاته أو كمدة فضل إله هذا هاي قفك معتمر كاه ووفد إله أبو كمدة وفود إله بالغوت المعمدتك عمر سنية حديث باكر النبي قال لك وريي وإمام النساء وصوص عريو ورين أيو والنبي قال أنه وريي عليه الصلاة والسلام سبح قلو النبي قلت المعمد وفد إله إليهين حنبي قلت وفد الله ثلاثة وفد إله وسبح قلو الغازي والحاج والمعتمر قفك الدولان ككتشرة وفي سبيل الله الدينة إلهي لعلاء كلمة الله أدقى اللمية ما هدقال كإسلام كالقرحين يا الله بابين أيوه قفك قالد حربيين تا مسلمين تا قميسين أيوه دينة بابين أيوه كالدفاع أيوه الدولان ككتشرة ووفد إلهي ويان قفك مثلا با حاجك انا ووفدك الهي وكمدي قفك عمريسان انا وفدك الهي ونبي قلت المامة وفدي وحال الى الجماعة المختارة من القوم فهؤلاء اختارهم الله ورضي عنهم ضدك امرك حاجين اي اما قزاد اما معتمرين تا الهي با دورتي وضدك كدورتي ويان عمره دا وحا اغفى ديقى بضان وليبا بشه رمضان إلا عمريستو وحاديث باكو صو عرورتي بشه رمضان قفك عمره دا ليمات
waxay la siman tahay xaj nabi maxamed aad la xajiray ayay la siman tahay weeyaan aad bay u fadli badan tahay عمرة في رمضان تساوي حجة بو نبي عليه الصلاة والسلام حج بيب الله سمان تحيبا حديث باشر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس أي حديث كاورين أي نبي قلنا وحو الله اللي قبر أنساري يده أو اللي يراهده أم السنان با اللي يراهده السنان كوا ويل كيدي ننكا قبانا أبو السنان باريرا ويلك الله أكون يوضي معنا ويلك ذي الله أكون يوضي حو نبي وكويري قبضا ما منعك أن تكوني حجج تبويري معنا ومحاكو دي دي إنا أدنا لحجسو مركز بيتيري لبان نافو جيلة بان لحين لبادي إرتي ونافو جيلة ها وبيها لغودا من جيري mid kamida ninkaygii iyo wiilkii anigu aan dhaloosinaan ahaa baa ku xajiyeen oo alaab ku qaateen mid ka kalo noo harayna adoon noo jooga ayaa beerta iyo ku waraabiyo timirta iyo ku waraabiyo bay tiri oo ku shaqeeya marka xoolo gaadiid oo ku baxo oo ku xajiyo maan heli karo nabigu markaas wuxuu ku yiri fa umratun fi ramadaan taqdi hajjatan أو حجة معيب نبي ويري رواه الخمسة حديثك إمام البخاري مسلم يا أبو داود يا الترمذي كل ويورينا يعني نبي وحولي عليه الصلاة والسلام هذي حجك كوسو رجلي واي عمرة رمضان عالما من رمضان عمره يسوء بشهر رمضان عمرة الله إمام لأن بشهر رمضان أول عمره يسوء عمرة فعمرة في رمضان تقضي حجة أي تساوي حجة حج بي أبنغا تاويا حج بي بالله سمان تهبا ويكاقو دي سمانا حج بي كاقو دي بحلوغة جيدا حج لك عمرها باللوغة ما جيدا يعني فضلك حج لك هيل الله هاي أو كلوات هيل إسا حج كينا قوري بوكا قم قيا نبي قصيدا سوير عليه الصلاة والسلام أما حج أنا قل إلا حجي الله من تهبا إمام البخاري ولي باللفظ دي سوح وكسو قادنا يا نبي وينو يري إذا كان رمضان اعتمري قبل نوحو نبي كويري بشهر رمضان مركز لقارو اعتمري فيه بشهر رمضان عمره يسو فإن عمرة في رمضان حجة أي كحجة بلوك جيدا بشهر رمضان أول عمره يسو حج بي بلا ميت هايبا لأن رمضان كي أو صومنيد أو مشاقه iy amalkii nusuga iyo cibaadadii iyo ayadana mashaqo kala ah labadaas arrimood ba meesha ku wada jira weeyaan marka taas uu nabigu u ishaaray alayhi salaatu wasalaam qaybta labaad marka fadli badan bay leedahay umradu bisha ramadaan bayna aad ugu sii fiican tahay wa ka hadli doonaa waqtiga la umraysan karo laakiin sidaas weeyaan qaybta labaad oo ka hadlayna waxa weeye umrada iyo xajkuba arkaan bay leeyihiin عمره ذا أركانتي ذا هذا عمره كشاكيرين عمره ذا أركانتي ذا وام حي حاج كان وقتي سمرك اللي جارو وخل الدونا إن شاء الله عمره ذا أركانتي ذو وأركان الحج الحج كله أركان بورية أركان تلح ذا الحج كله عمره ذا لا ذا ويسكو أركان إلا الوقوف بعرفة وحقوك لا بدليين قفك عمره سنة يا عرفة استاج الماي عرفة ذا وحال لا استاج مرك اللي حاجين أيه عمره ذا لا ما استاجه مسدليفة ده أو لجوه يدو هبينك عرف الله قد تجانا ماله عمرده من الله تجان لجوه يدو ماله رمي جبورها اللي جنتهم ما إلهن عمرده قيبها صردا وحي خاص كويهين بورها جمشده ده رمي الجمار المبيت بمن الليالي التشريق المبيت بمسدليفة هبينك تبنات أو ليت نحرقة الوقوف بعرفة كل انت حجك اسكالي عمر مرهن لكن قيبها كلا اسكاقا ميت بيين اركانت انت اذا كلا الا وقوف عرف مركي اللي قرر يابو واسكاقا ميت اركانت اذا مركا عمو برناي ناتو عمر اذا اركانت اذا وامحي تيرك اي قصب تاي ها انا اللطي ما هذا وان لانت عمرك انسحي من وامحي رغنقا وورا يوحو ويان الاحرام وانا وقف كورتا نييشتو سيدا الصلاة ده مركا اللي قليو الله اكبر ايضا لقوم قليه نيت بالا ربا إنما الأعمال بالنيات مركا عدو حرمانا يسو كل واقع يسو قلبك وإن نيتك قبطه
qalbiga waa inuu ka yiraa waajibnimo oo ka niyaysto carabkana uga dhawaaqo sunnanimo nawaytu lcumrata wa axramtu biha lillaahi tacaala labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk, waa inuu sidaa la yimaadaa weeyaan. Marka waa niyo qofku markuu meelaha laga xarmanayo uu marayo oo miiqaadka oo macnaha meesha loogu talagalay niyada waa inuu la yimaado, leanna nabigeenu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam acmaashu waa niyo, niyo la-aanteed waxba ku ansixi maayaan, wa iska cumaraysana waxba tiri maayaan axbaabi. Waa waajib in niyadan lala yimaado, waa rugniba. Markii aada cumradii tagto, aad meeshii xaramkii tagto, kacbadii halkaa tagto waddankii, ilaa niyadeeda la timide, adoo cumradii kuu xiran tahay, rugniga ku xigaa waa maxay? Rugniga ku xigaahi waxa weeyaan atawaaf, waa tawaafkii weeyaan. Tawaaf ayaad la imaanaysa, kacbadii baad dawaafaysaa iyadoo meesheeda fiiri fidoydka ay qabto, dawaafkii baad ku xujisaa, aad hore ka bilaabaysaaba 7 mar baad kacbadii si sax u dawaafaysaa. Rugniga saddexaad waa asacyu bayna safa walmarwa, ina safa walmarwata min shacaa'ir illah, 7 mar baad labada buurood inta u dhaxaysa ayaad sacyi iyo oradkii samaynaysaa ama dadaalkii weeyaan. Rugniga afaraad waa xalqi aw taqsiir, waa timaha inaad xiirato, nin hadduu yahay inuu timaha xiirta u fadli badan. Nabigeenu waa u duceeyey sallallahu calayhi wasallam nimanka timaha iska xiira markay cumraysanayaan ama xajinayaan, allaahuma arxamil muxalliqiin buu nabigu leeyahy. Nabiga waxaa la yidhi kuwa gaabinayana timaha ku dar, marka aada wuxuu ugu duceeyey kuwa timaha xiiranaya. Xiirashada ninka usii fadli badan way kuu bannaan tahay inaad jarato ama wax yar maqas ku goydo ama dhowr tin aada suulido, waajib wuu ku ansaxayaa, laakiin waxaa fadli badan nin haddaatay madaxoo dhanba iska soo xiir. Gabdhahana waxaa u fadli badan ama dumarka gaabinta ayaa u fadli badan, tintoo dhan sidaa inta u qabato qadru an mula farxubneed oo kale ayay jaraysaa weeyaan. Ee macnaha kulli tinta iska wada xiiri mayso iyadoo madax xiiran ka soo laaban mayso cumrada ama xajka, madaxa waa dhaafanaysaa, waa quruxdeedii gabadhe e may dhaafanaysaa weeyaan. Laa iyaga sidaa hadda waxa weeye timahoodii bay macnaha aysan ay ayaa kamida ziinadooda waxyaabaha aada u soo saaraya lay, marka maad iska xiiraysaa iyadu. Rugniga ugu dambeeya cumrada waa tartiibta arkaanta, in la tartiibiyo, tartiibu mucdami larkaan, arkaanta haddaanu soo sheegnay waa inaad tartiibi. Sidee loo tartiibinayaa? Xirashada ku bilow, dawaafka, saciga, timo oo la xiirto, saas oo baad u samaynaysaa weeyaan. Qaybta saddexaad aan ka hadlayna waxa weeye, nuqdada saddexaad, waajibaadka cumradu waa maxay? Waajib iyo rugni way kala bedelan yihiin. Rugniga waa shay haddii aadan samayn cumradii oo dhanba ansixi maydo, waajibkana haddii aad ka tagto cumradii way kuu jirtaa, laakiin dambaa waajib kugu noqonaya, neef xoola inaad gowracdaa wujib kugu noqonaya, cumradiina ku ansaxaysaa. Marka waajibka lagaa doonaya waa maxay cumrada? Waa 2 shay oo kale ah, waxa weeyaan al-ixraamu min al-miiqaad iyo midda labaad oo ah at-taxarrusu can muxaramaati al-ixraam, labadaa kale ah weeyaan. Qofku inuu horta marka koobaad miiqaad ka soo xarmado waa rugniga koobaad. Miiqaad ka soo xarmada maxaa looga jeedaa? Haddii aadan maka deganayn oo aadan reer maka ahayn, miiqaadka qofka muxrimka ah loogu talagalay ee qofka xajka xiranaya waddamada ay kasii xirtaan baad markaad cumro u socotana ka xiranaysaa. Diyaaradda la saaran yahayna waa khatar inay ilbiriqsi kugu dhaafido miiqaadkii, inkastoo nale ku yiri dadka waa la xusuusiyaa, laakiin isbiidka diyaaraddu ay ku soconaysa caadi ma aha. Marka waxaa sii fadli badanba intii aad meeshii dhaafin lahayd ka horba inaad sii xirato si aadan meesha u dhaafinba, ka horba iska sii xiran kartaa. Marka miiqaadkii loogu talagalay qofku waa inuu ka xirto. Haddii uu mathalanba waxa weeyaan uusan miiqaadkaas
waxa weeye hadii uu miqaadka waa inuu ka xirtabaaliyo miqaadku ka xiranaya miqaadkaas ka xiranaya makaanka loogu talagalay ku xiranaya hadii waxa weeye midalan ba oo umrada joogo maka joogana waxa uu baxaya xilliga meel kasto kamid uu sameyn kara xilliga xaramka wixii ka baxsan laakiin waxa ugu fadli badan meesha la raaci raana oo nabi ka soo xirti waa meel maka iyo daif u dhaxayda oo ila lix farsaq maka lix farsaq farsaq bay u jirtaa mako wax khilaafana kama taagnaa nabi ka xirtay hadiis ku qoran waxa ku fadli xiga oo umrada laga xiran kara tanciin nabigu caaisha meesha u dhahay ka soo xiran weeyaan waxa kale oo banaan xudaybiya waa meeshii nabigu uu degay umradu sanadkii lixaad markii nabigu umrada ay u socdeen xudaybiya meesha la yiraahdo saddexdaas meeloodba u fadli badan umrada in laga xirto qofka maka jooga intan baxo inuu ka soo xirto laakiin meel walba xilliga waa loo ogoliyay marka rugniga waajibka koobaad waa al ihraamu min almiqaat waajibka labaadna wax walba oo qofka laga xarimay waa inuu iska ilaaliyo waxa laga xarimay waa tilmaami doonaa insha allah waxyaabaha qofka laga xarimay nuqdada isla nuqdadan waxaanu ku ogaanaynaa qofka sidiisaba miqaad marka la yiraahdo miqaadku laba u kala baxaa zamani miqaatu zamaniyun iyo miqaatu makaaniyun xagga zamanka sanadkoo dhan cumrada waa lala imaan karaa bil walba ayaa cumro lala imaan karaa sanadka gudihiisa dhowr mar lala imaan karaa marka cumradii aada samaydo ayaad ku laablaaban kartaa dhowr mar laakiin xajka asagaa sanadkii gudihiisii dhowr mar lala imaan karo marka la xajiyo haddana xajkiiban ku laabanaya ma dhihi kartid sanada kale allah ku gaarsiiyo saasay u kala bedelan yihiin weeyaan miqaadka marka zabanka ah sanadkoo dhan baa la cumraysan karaa bil kasta oo doonto waxaa xajku laakiin waa ka bedelayo isagu muddo kooban buu leeyahay ama miqaadka makaaniga hadda ayaan soo sheegnay waxa ugu dambeeya oon ka hadlaynaa waxa weeye oon waxya ka iftiiminaynaa qofka muxrimka ah oo cumradu u xiran tahay waxyaabaha laga xarimay aada bay u badan yihiin waxaa ugu horeeya wax walba oo tolan dharka makhiidka ah nin hadduu yahay funaanadaha dharka tolan waxyaabaha makhiidka waanu iska ilaaliyo koofiyaha surweelada waxaasoo dhan lama ogola weeye dhar makhiida laakiin dumarka kuma jiraan waa nimankii waxa laga hadlaa waxaa kaloo ka xaraama madaxiisa inuu wadaasturo waa anagii hadda dahaynay gabadha nafteedana wejiga iyadu ma asturi karto nafteeda lama ogola wejiga inay asturto waxyaabahaasa ka xaraama waxaa ka xaraama barafuun oo kale inuu istaabsiya ka xaraama gabadhii iyo wiilkii inay istaabtaan baa xaraam ka ah maradan dhexda waxa lagu dhegsado oo suunka macnaha waxaan rabaa dharku suusa kaaga dhicin iyada lama diidaya ayaa la yidhaahdaa saliid iyo karaam iyo inuu marsadan loo ogolayn waxa muxaramaadku waa mashhuur marka kelimada aad baan isoo koobaynaa ilaahay nagu anfaco cumrada allaha noo sahlo kulligeen inta cumraysanaysa ilaahay ka aqbalo noo soo duceeya kulligiin cumradan allah idinka aqbalo inta sanadka ilaahay u qadaro ama maaragta kelimadan ay gaarto qof walbana waxaan leenahay in aad cumraysato soo xajido beydka ilaahay tagto ilaahay ku bariso marna ha ka daalin mar walba qalbiga aan ku hayno ilaahayna noo fudeeyo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته